صباح الخير عليكم اخوتي، كي صبحتوا؟ كل شيء مزيان؟ كنتمنى بالله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم الحد وما كاين حد ولكن كما كتعرفوا الهدف ديال الصفحه هو الرياضه، يعني الهدف الاول هو الرياضه والهدف الثاني هو بعض المقالب الاجتماعيه اللي كتخلينا نعيشوا بعض الاجواء ايجابيه لينا ولخوتنا كاملين. فلهذا خوتي اليوم الحد، كما كتعرفوا كنجري بزاف، كندير رياضه بزاف الحمد لله. اليوم غادي نديكم معايا تشوفوا يعني صحابي الفريق اللي كنجري معاه، الصراحه ابطال وابطال، يعني عندهم ما يقولوا جرايه وديال بصح. فلهذا نخليكم تجيو اجيو تشوفوا معايا اخوتي. الى اول مره كتشوف هذا الفيديو او هذه القناه، ما تبقاش عندنا بلي لايك، اشترك، خلينا التعليقات ديالكم وتهلاو. فوالا خوتي، كيما شفتوا يعني لافاس اون ديال الحصه التدريبيه. غادي نخليكم من بعد مع الفيديو اللي جاي، بقاو معايا. غير للتذكير نجاوب بعض الخوت ديالي اللي كيسولوني والخواتات اللي كيسولوني يعني شحال من ماراثون درت ومن امتى وانا كنجري. كما كتعرفوا كيما فلوغات اخرين اللي كدات قبل، تقدروا تهبطوا لتحت وتشوفوهم. انا من صغري وانا كندير الرياضه، يعني من لاج ديال واحد 8-7 سنين وانا كندير الرياضه ديالي، كنت كندير الكاراتيه من قبل. بون، الا بغيتو نطرقوا في هذا الموضوع خليوا لي التعليقات ديالكم ونشرح لكم كيفاش. ولكن الجري هذه واحد 20 سنه وانا كنجري، ومن صغري وانا عزيز عليا الجري. الماراثونات اللي دات في حياتي دات 8،
8 الماراطونات اللي تتكيس الماراطون ماشي هو 10 كيلومتر ولا 15 ولا 20، الماراطون 42 كيلومتر فاصلة 195 يعني بين قوسين، ماشي حيت كنسمع بعض الاخوان تيقول لك هذا سي الماراطون 10 كيلومتر، لا الماراطون 42 كيلومتر فاصلة 195. الماراطونات اللي درت هو بديت بامستردام في 2016 في هولندا، درت ميلون في الطاليان، درت فرانكفورت في المانيا، درت فالونس في الاسبان، فالنسيا درتها جوج المرات، درت باري هنا في فرنسا درتها ثلاثه المرات، درت كازابلانكا في بلادي الزوينه المغرب وفي مراكش كذلك واش نخر، ودرت ما بقيتش عاقل اخرين وخلاص 8 فوالا. يعني هادو هما الماراطونات اللي درت، وان شاء الله هاد العام هذا غادي نعاود نولي لامستردام مع الاصدقاء ديالي، لان امستردام تكرفص عليا، وفي 2016 اللي كنت خليت فيه ما نكذبش عليكم حسيت بالموت، الله ينجينا وينجيكم، الموت حسيت بها. وبغيت نرجع ليه هذا العام باش نبين لي راني راجع لك قوي على السطح، وجد راسك معايا، تكرفصتي عليا المره اللي فايته ولكن هذه المره بيا ولا بيك بيا ولا بيه والله العظيم. فوالا اخوتي هادشي اللي بغيت نقول لكم، دربوا مع يوسفكم، ديروا الرياضه اخوتي وخواتاتي، الوالدين والوالدات ديروا الرياضه، ما تقسموا الحين في الدار كتشوفوا الافلام وداك الشيء الخاوي، خرجوا شوفوا تمشاو تمشاو، غير اللي ما قدرتوش تجريو غير تمشاو، واللي يقدر يدير البيكالا يدير البيكالا، واللي يقدر يجري يجري، تهلاو في صحتكم لان شيء جميل واحد يجري من الدنيا وما يجريش من صحته. فوالا يعني بين قوسين ما بقاش ندير لكم هنا الفتوى ديال نهار الجمعه، تهلاو لي في الصحه ديالكم، ونخليكم مع التتمه ديال الفيديو، شوفوا شوفوا مزيان، تبارك الله عليكم، تشاو.